السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاه مخرجة أفلام جزائرية على يد سارق في هذه المدينة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالحديث عن وفاة مخرجة أفلام جزائرية والمدعوة وسيلة كورونا. وحسب الأخبار المتداولة فإن الضحية توفيت بعدما قام أحد اللصوص باقتحام مكتبها وأراد أن يسرق حقيبتها. وخلال مقاومتها لها تعرضت لإصابات بليغة توفيت على إثرها. الفقيدة تبلغ من العمر 33 سنة وهي مخرجة أفلام وثائقية في واغادوغو ببوركينا فاسو. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.